وحول إعلان تأييد السلام وإقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور طارق. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا، تفضل. الدكتور، الرئيس المصري رحب بإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، واعتبر أن هذه خطوة هامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. يعني من وجهة نظرك، كيف سيسهم هذا الإعلان في البناء على جهود الدول العربية والإسلامية في تحقيق تطلعات المنطقة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق؟ هو بالتأكيد طبعا القاهرة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يسمنا بطبيعة الحال المعاهدة البحرينية الإسرائيلية، لأنها تمثل نقلة نوعية في البيئة السياسية العربية في هذا التوقيت، بالإضافة إلى خطوة دولة الإمارات العربية. نحن الآن محرك المياه الراقدة في الملف الفلسطيني، ونسعى بطبيعة الحال إلى تقارب لبداية الاتصالات السياسية مع الجانبين. أعتقد أنه هناك مصالح مشتركة وفوائد متبادلة. الإقليم يتغير، وهذه الخطوات الغير مسبوقة في تاريخ العلاقات العربية من جانب والعربية الإقليمية من جانب آخر، هيكون لها انعكاسات إيجابية على مسار التعامل في مواجهة التحديات والمخاطر المشتركة والتهديدات الإقليمية لكافة الأطراف. وسيكون هناك بطبيعة الحال إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، بمعنى أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية الفرص الضائعة للأطراف الفلسطينية. هناك فرصة جيدة تطرحها دولة البحرين استكمال لمقام الدول مملكة البحرين من قبل في مقاربة المنامة، حينما استضافت الاجتماع الشهير لبداية تدشين الرؤية الأمريكية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط، وكانت خطوة مباركة. أعتقد أنه استكمال هذه الجهود من مملكة البحرين أعتقد مهمة في هذا التوقيت، لأنها بطبيعة الحال بتنظر برؤية أكثر عمقاً وواقعية على كافة المستويات. بطبيعة الحال نتمنى أن يتفهم الجانب الفلسطيني هذه التطورات المهمة في هذا التوقيت، وأعتقد أنه حيكون لها انعكاسات إيجابية، لأنه دول الخليج، دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين اتخذت هذه الخطوات في توقيت له دلالته تعرض القضية الفلسطينية كما تعلم حضرتك لتصفية في كافة جنوبها، وبالتالي هناك فرصة جيدة ستتيحها هذه المعاهدة للانفتاح على الجانب الإسرائيلي وممارسة دور كبير، وهو دور مهم في هذا التوقيت للإمارات وللبحرين. وأعتقد أنه الدعم المصري الكبير لهذه الخطوات الغير مسبوقة ترحيب القاهرة سيكون له انعكاس، لأن ده بيؤكد على وجود دول عربية ساعية إلى يعني التواصل والحوار مع الجانب الإسرائيلي. هناك يجب أن يكون هناك سلام هجومي على الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت، لأنه إسرائيل الآن نحن نتحدث إلى الرأي العام، نتحدث إلى الأحزاب، القوى السياسية، إلى الجنرالات المؤيدين لعملية السلام بعضهم. أعتقد ده مهم نحن نتحدث إلى الجانب الآخر في هذا التوقيت، سيكون له انعكاسه الجيد، ولا نريد أن نترك يعني الساحة السياسية بهذه الصورة. نعم دكتور، نحن نخاطب هذا الطرف. نعم دكتور طارق فهمي، اكتملت الفكرة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا دكتور.